اهلا بكم الاعزاء المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين ودائما تامين ولامين وبصحه، والبلد تنعم بالسلام والطمانينه والامان. ليله العيد عندنا عيدين بوجود ضيوف من العيار الثقيل معانا الليله في سهرتنا. سهرتنا سبب بين ملك وسلطان، وبرغم انه الناس بتحتج كثير على الالقاب وبتتكلم عن انه الالقاب فيها مبالغه، لكن انا بفتكر تماما انه القاب حقيقيه نالوها بتعب بعرق باجتهاد بغنى خاص، ودائما بنقول انه الفنان الحقيقي هو صاحب المنتوج الخاص اللي بيقدر يقنع به الجمهور. انا سعيد جدا يكون ضيف الليله علي الملك جمال فرفور. كل سنه وانت طيب يا جمال وحبابك. انت طيب يا احمد، وكل الشعب السوداني بخير، والمشاهدين تم صحه وعافيه، وعيد سعيد عليكم تامين والامين، والبلد بخير وعافيه وصحه ان شاء الله. امين امين رب العالمين. تمتد سعادتي بوجود سلطانه خد عربي. خد كل سنه وانت طيبه، حبابك منوره. مرحبتين بنجلس، كل سنه وانت طيب، كل عام وكل عمر السوداني بألف خير يا رب، ينعاد عليكم بالصحة وبالخير وبالبركة يا رب، وإن شاء الله كل سنة تامين سالمين لا فاقدين لا مفقودين. آمين يا رب العالمين. طبعا يا إخواننا، أنا سهرتي دي ما فيها محاور، عشان أكون معكم واضح، ما عندي محاور نهائي في السهرة. أحسن حاجة. أي يعني حنتونس وحنغني، يعني الناس حابة أكثر حاجة إنها تسمع غنى، فكده خلوني في محور كده ارتجالي كده. جمال ضجة الفترة اللي فاتت بقرار إيقافك عن الغناء لمدة 6 شهور، مش تقريبا 3 شهور. الفترة دي باقي منها كم، والقرار ذاته جه كيف؟ يعني أنا أول مرة أسمع إنه في فنان يعني وقفوه 3 شهور، يعني دي ما حصلت. أول حاجة يعني الموضوع بتاع انه الايقاف ده هو حاجه فعلا جديده، او حاجه انا ما اعرف اسميها لك شنو، لكن قول اللي حصل حصل. وانا حقيقه غنيت في ظرف انه في قرار بايقاف الغناء في السودان وكده نسبه للجائحه بتاعت كورونا. ايوه، لكن انا جيت بانه في تصديق وقبالة بأسبوع، عمل تكريم لكبار الفنانين، ويعني الخميس اللي قبل الخميس اللي أنا غنيت فيه، فجيت لتكريم أستاذنا الغدير وملوك رسالة الطيب من هنا، أستاذنا أحمد مرغني، وتفاجأت بوجود الشرطة بأنه يعني إيقاف الحفل، وانه انا مشي معهم وكده. فمشيت وتوقعت الحاجه المعهوده اللي هي اتعرفت في الفتره بتاعت الايقاف الغرامه يعني. فتفاجات بمتابعه الشرطه لمده 3 شهور، وده في القانون انه يعني زول يتوقف او يتابع من الشرطه دي، يتابع عشان ما يعود للحاجة. أيوة أيوة. العملة يعني لمدة 3 شهور، وبعد يومين من الحاجة دي تم فك الحظر يعني، ورجعت الصالات والحفلات وكده. معلش ما حقاطعك، بس انت كنت براك في الفعالية دي يعني؟ لا انت لا الفنان الوحيد اللي كنت بغني ولا انا الفنان الوحيد اللي انا مشيت القسم يعني؟ كان معك فنانين تانيين؟ في فنانين غنوا كده. نعم. طيب ما تم ايقافهم؟ انا زاد جيت متاخر يعني. انا ما جيت من بدايه الاحتفال، جيت زي 10 ونص ولا حاجه، 10 ونص. ف لسه انا زاد ما بديت الغنى زي الناس. فاجأت بملازم بيقول لي انه احنا النظام العام مشكله شنو؟ قال لي يا اخي انت خالفت الغرض. مشكلة أنا خالفتها وأنا مذنب وأستحق العقوبة اللي تطبق على كل الفنانين اللي حصلت لهم الحاجة دي قبالي يعني. يعني أنا كنت برا البلد سمعت إنه كم فنان من الزملاء إنهم يعني حصل لهم الموقف ده واتقفضوا،
غرموه فقط يعني. فالإيقاف دي أو متابعة الشرطة لمدة 3 شهور دي أنا ما كنت مستوعبها حقيقة. استوعبتها بعد ما فكوا الحظر بتاع الصلاة. اتفاجأت بأنه أنا مفروض أكون حضور في قسم الشرطة يومي كويس لغاية ما الفكرة ما يعني دي عملية مجرمين السوابق يعني قلت لك متابعة قلت لك متابعة الشرطة دي للمدة الفلانية معناتها أنت مثلا كنت أذنبت في حاجة أيوة. من كل يعني مثلا يعني زي تاجر المخدرات كده أنك ما تعود للحاجة دي وتتابع أنك أنت ما تمشي تغني ما فيها ما عندها كلام تاني يعني ما عندها مصين يعني صح. يعني ما ممكن تجازها الحاجة دي ما ممكن تجازها انه انت ايقاف 3 شهور. طيب انا اتفاجأت بعد ذاك بتلفون بانه يا اخي انا المفروض اجي واتمم في القسم وكتر خير الله يعني الضابط مره بيقول لي تعال مره بالتلفون يعني انا اكد له انه انا ما قاعد اغني ما قاعد اغني ف مين الفترة قربت ان شاء الله يوم 7/6 آخر يوم لل طيب هدى برضو يعني العقوبات والتضييق والحصار على الفنانين برضو في وقت ممكن يكون برضو فيه يعني في فعاليات بتقام يعني بنفس القصة الحاجة دي برضو تكلم لنا برضو عنها رأيك فيها شنو؟ أنت تعرضت برضو لإيقاف ولا حاجة ولا كده؟ لا ما تعرضت لإيقاف أو ما تعرضت ل يعني ما غرامات ومساءلات ما تعرضت لها لكن هي بس القصة كانت يعني البت فيها صعب شديد لانه هو قرار طالع بسبب انه احترازات صحيه اتس اوكي احترازات صحيه الاحترازات دي اذا حقيقي في الجهه المسؤوله معنيه بقصه الاحترازات الصحيه دي المخالطه وانتقال العدوى ما في الحفلات بس فانا مش من القصه دي بتتجزا اوكي ما مش في الحفلات لكن تجي في فعاليات عامة تجي في الأسواق المدارس المشكلة كان بقت أطفال المدارس دي الحاجة خطرة شديد فأنا تحفظ إنه القصة ما تتجزأ إغلاق عام فتح خلاص بسياسة القطع فتح عام لكن ما ممكن بعدين الطريقة حقت تطبيق القانون فيها شوية إهانة كده ما 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 عارف السلوك ما يشبه يعني ما تعامل مع فنانين في النهايه تمام مجرم ما كاتم زول ما سارق ما شو فشويه عندي معك طيب جمال طبعا واقف له فتره الناس بتكون مشتاقه تسمع له عنده فتره عده يا حبيبي قررت اطلع 3 شهور طلع من الحبس طيب غني لنا حد غني لنا شنو يا جمال في افتتاحيه الساعه انا أغني لك أغنية عشان عينيك عشان كلمات أستاذنا الفاضل الجدال وألحان أستاذنا الغدير هادي ودي الجبل طيب اسمع عشان عينيك برجع تاني
الدنيا اطوع عليها كل ظروف اسافر ديما في دنيا واطوع عليها كل ظروف اجيك بلفة المشتاق محلق في سماك اطوف حبيب عمري لألك يا حبيب عمري لألك يا حبيب عمري هواك يتجاوز المألوف عشان عينيك عينيك عشان عينيك فراق بعد فرقتنا ديك نتلم وحاتك يا أمل دنيا يبريدك لما تتكلم لو أحظى بي وانعم وتناسى الزمن فراق بعد فرقتنا ديك نتلم وحاتك يا أمل دنيا يبريدك لما تتكلم لو أحظى بيك وانعم وتناسى الزمن فرق بعد فرقتنا ديك نتلم وحاتك يا أمل دنيا يبريدك لما تتكلم بريدك لما تتكلم بريدك لما تتكلم بريدك لما تتكلم بريدك لما تتكلم عشان عينيك عينيك عشان عينيك عينيك جميل جدا والله يعني أغنية الأغنية قلت لك كلمات منه عشان عينيك فاضل الجدال فاضل الجدال نعم. أول تعامل لك معه ولا قبل كده تعامل؟ والله أول تعامل لي معه يعني أتمنى إنه استمر يعني في أغنية هو أرسل لي إن شاء الله لاقي حظها يعني إن شاء الله برضو يا جماعة خلينا نتكلم يعني نحن بنترحم في العيد ده وفقدنا يعني واحد من جهابز الشعر يعني في البلاد الدكتور علي الكوباني وانت طبعا بتربط به وكان ثنائيه خاصه جدا جدا يعني اعمال كثيره جدا جدا كلمني عن المحطه دي يا جمال قبل ما والله حقيقه عندي شيخي اول حاجه الدكتور ده غير انه هو شاعر ودان غنى وملحن يعني الدكتور ده صاحب الكل يعني ما لقيت زول يعني غير المجال الفني يعني في كل المجالات في السودان طب مهندسين ضباط شرطة ضباط جيش كل الفئات أو المهن الموجودة في السودان صديق لهذا الشخص أيوة. ودكتور كان عنده صالون بتلقى فيه ويزه بتلقى فيه الإعلامي بتلقى فيه الفنان بتلقى فيه الدكتور بتلقى فيه المهندس بتلقى فيه رجل الشرطة بتلقى فيه كل الأطياف يعني سبحان الله يعني كان عنده محبة خاصة من كل الناس وأنا أكثر زول يعني غنيت له دكتور علي الكوباني يا الرحمن المغفر إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله هدى التعامل دائما مع الشعر برضو خلينا نحن ما نطلع من المحطة دي الغونة بتاع يعني الغونة الخاص حققت نجاح كبير جدا جدا لأغنيات خاصة
الحب هذا سميح القمر. اختيارك ذاته للأغنية انت زولة مزاجية كده هدى ما بت يعني معروف ان الزولة مزاجية. انا بعدين هعمل مداخلة. ايوه صح الغدة دي يعني عندي بقى زولة مزاجية رأي جدا يعني. الغدة بتختاري كيف وبتحفظي كيف انت قال والله بننسي الحاجة ذات الحفظ ذاته كيف والقصص دي كده كلمينا عن الحياة. اوكي تسأل عن اختيار النص البغني. ايوه والله تعرف الشعراء قاعدين يدعوني شديد لاني دقيقة شديد. ايوه يعني بحيث انه كلمة بتغير لي المعنى. مثلا يعني كلمة بتغير المعنى ما بقدر اغني اذا حسيت بكلمة دي ما صعبة بتتعامل مع النص كله كده مع النص. اذا الميزان الشعري ما مزبوط ما بقدر اغني فبركز في تفاصيل غريبة شديد وبدخل معهم في جدل طويل شديد فعشان كده بيكون عندهم تحفظ بانه يتعامل معي. وما ندر انه انا يعني ما 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 طوال يجيب لي ده نص غنائي يعني زول يقول لي النص ده بيشبهك بيشبهك دي قلت انت انا بعرف بيشبهني شنو كده. جمال كان عنده حاجه يقدر يقول انا داير اتكلم في الحته دي ذاتها في الحته يعني انا يعني خد دي انا يعني غنيت معاه كثير في برنامج كم سنه دي حنجيه برضه كده قصه لما نكون نقول يعني هدى دار تغني فرقه فنانين قاعدين بين يدي الله يكونوا قاعدين كده لانه ممكن عايز غير ترجع ف من ديك يعني من اول مره اول مره انا قمت لاحظت الحاجه دي فبتذكر ما عارف هي تتذكرها ما تتذكرها يوم كده بكت قالوا لا كويس قام قال لي كده قلت لا لا هي كانت بتبكي ذلك الفيديو ايوه كانت بتبكي المفروض اقول لها ايوه لا لا قلت لها لا ايوه يا ماي قال يعني دقيقة اي دقيقة في الحية دي يعني حتى في العمل هذه حسي في إغاء معين زبدنا هي لا ما زبدنا بالعكس هي الإحساس ده ما يعني 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 هو هنا زي ما بتكلف صح بأمانة كان جينا نصيحة يعني هي ما بتكلف بعدين ما متأكد ما بتكلف وما تفرض على أغنية الحاجة دي أنا يعني أنا بسمع وبعين لها وشايفها وكده احتمال أول مرة أقول لها الكلام لكن قبل كده تناقشنا في حاجة زي دي في البرنامج بتاعنا ده لكن الدقة الموجودة يعني هي ما دار تسمع ممكن ما مش تسمع يعني ممكن ما مش تحضر الحلقة لكن هي تطلع من الحلقة دي هي متأكدة تماما والحاجة دي يعني أنا واحد من الناس عندي لكن حقيقة في الفترة الأخيرة هي دي ما بقول لك أنت وصلت مرحلة ولا لا هودة دايرة هي والفرقة ما برا يعني يعني بقول لك بعدك ال بقول العفش نموذج ولد صاحبه أيوه صح المقولة دي أنا لي واحد من الفنانين في هنا في ال في ال في في البرنامج بتاع أغاني وأغاني فهو غنى كويس لكن الفرقة عملت لها كم حركة كده فقلت التفت قلت له يا أخي تاني ما رجعت قال لي المسؤولية هي زول يعني العفش البصعه على صاحب انا اديت اداء يا هو مبسوط منه بتفرق مرات يعني بتفرق هي بتفرق انا عندي مثلا ممكن اكون بادي كويس والموسيقى فيها غلط في لزمه فيها تشكيله ايقاع مع بعض التسليم بالذات التسليم لازم نكون الناس ماشيين مع بعض في تراك واحد ومنسجمين كده تسلمين اغنيه اقل كده سلمين اغنيه هسه اسلم بس اغنيه في فتيس سلمين هسه اغنيه ونيجي نشوف باقي موضوع دي والله دي حاجه انا اقوله في حاجه تمام دي شهاده كبيره نسمع شنو نسمع غلطه دكتور شادور كل سنه طيب ودكتور المحي سليمان كل سنه طيبين طيب نسمع غلطه نسمع
Thank you.
مشاغي أدينا الرحمة من يوم الغلط من ما منك والله يفهم ألاي من سلام. عندك الصحة والعافية رب العالمين. طيب واصلي برضو في كنت بتتكلمي في محور مهم برضو اللي هو الانضباط في الغناء. ده بدخلني لسؤال كده بالجنبة. لازم يكون الفنان يعني دارس أكاديمي مثلا عشان هو يعني يكون برضو عارف الـ يعني عارف تفاصيل الغناء، عارف لازم يقرأ يعني الفنان بالواضح كده. طبعا ده حيدخلني في والله ما بدخلك انا، لكن بقول انت جاوبي اجابتي. تعرفين انا اقول شو؟ عارفه انا هو ده دي في فهمي الغنى ده موهبه من رب العالمين. طيب كويس. انا ما بعدين بيصايد انه الغنى موهبه، انا شخصيه متمرده. يعني ما ممكن انا عشان اجي اغني اتذكر انه انا امسك المايك كيف وارفع رقبتي كيف واعمل وطلع الصوت كيف انشغل بانه التطريب ذاته اكون بتذكر انا قالوا لي اطرب كيف. لا التطريب ده حاجه كده تلقائيه عفويه. ايوه عفويه. فما ما ما اعرف دراسه الصوت تحديدا. انا ما 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 ممكن القى روحي يوم داير ادرس الصوت عشان اغني. ممكن ادرس من باب العلم لكن ما بستصحب الفكره في المسرح. اذروايز حكون بغني بكده بمبرمجه وحافقد حافقد عفويتي، حافقد احساسي، حافقد تلقائيتي. ما حاسس انه حاجه بتضيف. ممكن اتعلم اله موسيقيه، ممكن ادرس اكون عارفه السلالم الموسيقيه النوتة، لكن ما ممكن انا اقرا اغني كيف. لا مو هو ده زول الله خلقه بيعرف يغني ولا خلقه ما بيعرف يغني. ما ممكن زول ما بيقدر يغني يتعلم انه يغني كيف. هل بتوافقها يا جماعه؟ بتوافقها في الحته دي. انا دي يعني نقطه، هي ما نقطه، هي حقيقه يعني. لكن كانت في ف مرحوم سلام فارس الله يرحمه. الله يرحمه. يعني هو ده ذات من المنطقه وانت عارف تمام. فبقول لي يا جمال الغنى ده والكوره ديل ما بيتعلموا. يعني دي ما حاجه انت بتتعلمها. ايوه يا بتعرف يا ما بتعرف. ف بقول لي لما انا اتكلم معك معناتها فيك حاجه، يعني انا بتكلم معك عشان اطلع فيك الحاجات اللي انا شايفها. ويعني انت زول كويس، زول بيتكلم معه ده زول كويس، اللي ما بيتكلم معه ده اصلا هو قنع منه يعني. ايوه فقال لي الكوره والغنى ديل اصلا ولا فيهم مجامله. ما زول ما بيجامل فيهم يعني. بيعرف تغني اوكي، ما بتعرف تغني بالنسبه لموضوع الدراسه ده. يعني في ناس درسوا صوتهم باظ بامانه باظ يعني. ايوه يعني اتخرب الطريقه بتاعت الغناء اللي هي بتتكلم عنها هدى دي بتاعت انك انت تغني بالحرف خطوات بالكلام. يبقى وين هدى عربي هنا؟ وين جمال؟ وين فلان؟ العرفوم الناس ده. ففي فنانين نجحوا
في انهم درسوا لكن قليلين جدا، واحد ولا اثنين، لانه هم طريقتهم اصلا طريقتهم قريبه للدراسه بتاعتنا. ضمن البرامج بس هذه تلصم اليوم التحيه الاكاديميه ما اثرت على والمرحوم عثمان مصطفى ديل دراسه بتاعت الحاجه دي اضافت لهم لانه هم طريقتهم كده اصلا. لكن اسي جمال انا جمال ده انا بتكلم لك عن نفسي وده لو مجينا الحين انا متاكد انه انا الطريقه بتاعت الغنى كلها هتختلف. جمال اللي عرفوه الناس ما يكون موجود. طيب اغني لنا هسه بجمال اللي عرفوه الناس. لا بعدين معلش نحن ما ننسى عبقريات الكاشف. الكاشف كان امي طبعا طبعا وقدم اجمل الحان. طبعا الحان وصوت الحان تدرس طبعا طبعا يس تدرس. دي في اغنيه بتاعت فتنتبه كان مالي وانا مالي. الاغنيه دي فيها 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 سينيو فيها مزيكا وفيها جمل موسيقيه داخل الاغنيه. لو في كوريا انت ما عزفتها باي اله، انت بتقرا ساكسفون بتقرا جيتار اي اله، لو ما عزفت الاغنيه دي انت ما بدك الشهاده. يا سلام. اللي هي اغنيه بتاعت الكاشف اللي هو وتنتبه زول عمل الحاجه دي بدون اي دراسه، موهبه فطريه من ربنا. عمل كل الحاجات دي. لو الرحمه والمغفره استاذ نمر الكاشف نسمع شنو يا جمال؟ انا والله اغني لك كترت لك والله ممكن نغني كترت لك الشوق لبن. كترت لك الشوق لبن محمد استاذنا محمد محمد خير واستاذنا صلاح ادريس يقول لهم كل سنه وانتم طيبين. استاذنا حسين شندي يقول لهم كل سنه وانتم طيب. وعودا حميدا مصطفى. طيب نسمع نسمع كترت لك ونرجع تاني. غير المقلة ما
جنيت غير مقلة في نبان ظلمك تجلى يل كنت لابسة حياتي حلة يل كنت لابسة حياتي حلة قلت أكتم ريت هلكني ومن عيوني الآي مطبا قلت أكتم ريت هلكني أنا من عيوني الآي مطبا حتى إهمالك أياني حتى شوف عيني قلا هديت مالك عياني حتى شوف عيني قلا شين بسوي بس بسامحك أنا غير أتوب وأستغفر الله أنا شين بسوي بس بسامحك أنا غير أتوب وأستغفر الله في عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا رحت ركيت في عيني رحت ركيت في عيني يا جميلة حسب مزايا الجميلة حسب مزايا وقالت إني أنا ما احتيايا وقالت إني أنا ما احتيايا كنت أسهر في حياتها وكنت نوره كنت تايا كنت أسهر في حياتها أنا كنت نوره كنت تايا إلا فجأة بقيت حكاية ما بمسي أي حاجة إلا فجأة بقيت والهوى الكال لي بيجيبه سد بابه تاني وايا والهوى الكال لي بيجيبه سد بابه تاني وايا في عيني Hey.
تسلم يا جمال وترت لك الشوق لمن من الاغنيات اللي لقت يعني لقت يعني ايوه ايوه تقريبا يعني برضو في الحب هذا هو ده تقريبا بالواضح كده الأغنية بتاعت الحب هدا يعني هدا دي هاي الأغنية دي بقت تزعجك بصراحة ما ممكن أميل لأنه أنا أصلا أو الفنان لما يقدم حاجة بيقدمها عشان الجمهور يحبها فإذا حبوا حاجة ده مكسب كبير لي يعني أيوة دي بصمة بصمة هودة عربي خطط يا سلام طيب هودة نحن دايرين نسمع برضو دايرين نسمع أغنية نسمع سميح القمرة أحمد كوستي كان سميح القمرة طيب نسمع سميح القمرة الشمس فوقي من رانا اللي
السماء طيبة فقدر ريوح تحرم لني فون قوقي فوق الهموم ما تكون حر دانا الزهر وزلمي حبة دم سواك هذا الشعب فوقي النيران اللهي بجمرة شوق الشتاء للرمضة قلبي من نفس مرة السباحة القمرة يا سلام شكرا جمال في بصراحة في أغنية لهدى يعني حبيت تكون ملكك انت وتغنيها الأغنية بتاعت السباحة لغنتها هدى السباحة القمرة السباحة جميلة جدا والتحية لأخونا أحمد كوستي تحية له بالمقدار ذاته ده برضه في شنو الاغنيه اغنيه من اغاني جمال حب بتحبيها كده صعب لا بتحبيها من اغاني والله جمال. والله جمال بحب صوته عموما وبحب غناه كله ايوه و بالمناسبه قلنا جمال ده احنا بنسمعه ونحن بنجي الراقطه في الصبابي ايوه يلا نفيس ايوه يا جماعه ايوه عم بدي لابس اللبن من قبل دار الموضوع ده صغير حته من سنتامنا نحن هون السهره دي دار الموضوع ده صغير من قبل حته كده دار بتكام ويجوا لابسين اللبس بتاع لا والله تامن تامن في تامن نحن بتاع البوليس لا لا قبل البوليس مش في تامن شنو قبل البوليس كنت بتلبس شنو لا ما تامن تامن ما في مبرقع كان شنو سماوي المبرقع ده المبرقع ده سنه اولى اولى شنو اولى ثانوي لكن قبل ثانوي انا شفتك بالمبرقع لا لا انا شفتك قبل ما برقع احنا في الاساس بنجي الرابطه اوكي ايه رابطه كان بيلعب في الرابطه الصبابي لا لا الرابطه بتاعت الرابطه التعليميه احنا ممتحنين ثانوي أيوة رابطه تعليميه وتحيه يا اخوان لناس حلت فوجر وناس صابر وناس بحري كلهم كل سنه طيبين فاحنا صغار كده فكبرنا بغنى استاذ جمال فرفور والله كلام هذا كبروا لكن عندك كلام دل ما دل انا سكت انا ما بتكلم انا والله ولا بتكلم معاه دل 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 ترودي انت هو جنبك عارفه كلام لا 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 قلت دل يعني دل دي معناه قنبله يعني حصل فجر كده فانت طيب انا ما ناكله انا والله ضيف معاه خد دي لما انا شفتها لابس المبرقع هي سمعتني بعدين انا ما اعرف لكن انا شفتها لما انا شفتها هي لابسه انت دلوقتي بدك بتغني كده فنان فنان كبير رمضان زمان ده ازود لا وزمان الماستر حق المشكله ريت ايوه 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 2000 ألفين بالضبط ايوه ايوه ف يا سلام على يعني العلاقه العلاقه قديمه لا العلاقه ممتده وكل يعني نفسي قعدنا اذا خلينا الحلقه دي وقعدنا نحسب انا واستاذ جمال اولاد حلتنا واولاد حلتكم ودود خالتي ودود عمتي ودود جارتي الحاجه بتلقاها مع بعض شديد يعني ويعني جو بحري ده جو حلو خلاص يا سلام والله بصراحة والله بحري زي الهواء اي أيوة والله جو جميل وبعدين من كل جيل بتلقى فيه ما شاء الله كتار ولا شو؟ فنانين كتار والله لا مش الفنان يعني مثلا ال 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 الجيل ما لز ولا دماغ لا 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 آه. آه. معلش الجيل ها يعني مثلا يعني قاعد تحسب الجيل وكذا الجيل اديني بس قولي الجيل وانا بستلم منك لا اقول يعني مثلا الجيل ناس جمال بتلقى في 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 بيتنا في في بيت جيراننا في بيت ناس عمتي في وكلهم مترابطين واخوان واحباب جيلنا احنا كنا كميه قايمين بمود واحد ومود لطيف كده وسبحان الله كلنا بنحب الغنى شديد ايوه تعرف الصبابي ذات خوجلي ذات حمد ضناقله الضناقله الشعبيه والشعبيه لا الاقرب لنا القريبين نحن كان زمان بيننا هو لاين واحد ايوه ايوه صبابي اللي تخوجلي اللي تحمد وقبل لنا طنابل دي اول حاجه انا واحد من الناس اللي ما قريت في الصبابي قريت في الشعبيه قريت في الطنابل يعني اصحابي غير الناس اللي انا كنت معاهم في الصبابي لغايه اللحظه دي من الشعبيه ومن الطنابل ايوه حلة خوجل وحلة حمد ف زي ما قالت هدى كان في بحر دي يعني كوره غنى يعني كل الحياه دي انت يعني ملخبطه كده أيوه. يعني بتلقى مثلا يعني
لاعب كوره انت ممكن تسمع منه اغنيه يغني لك يعني. يعني مثلا زي يوب فارس شغل سلام فارس ده يعني انا اول مره سمعت الحقيبه دي بجد بجد يعني سمعتها من يوب فارس. كوره تدربنا عليها سلام فارس وناس عبد الشيخ وناس شيخ ادريس وناس مرحوم الاخوي لعب الهلال حافظ عبيد ف بحر دي مليانه بعد ذاك يجي الجيل بتاع ناس محمود عبد العزيز وعماد احمد طيب ابو داوود ايوه لا ديل احنا ما سمعناهم لكن ديل احنا شفناهم هم عبد العظيم حركه يعني بحر دي مليانه حاجات عجيبه جدا والترابط جدا يعني ما انت بتسمع في صبابي ناس في الاطفاليه قبالنا صبابي ممكن يجوا ايوه بنفس الغدر تسمع حاجه في الاطفاليه تلقى الصبابي كلها وناس حلة حمد والطنادله ف احنا دايرين نسمع تكون كلها حله واحده طيب احنا دايرين نسمع تقريبا حله واحده احنا ناس وثلاثه دايرين نسمع برضه وهو اللي تسمع والله نسمع اديك فرصه ثانيه استاذنا الجميل فراجه استاذ الحلنقي ولو كل سنة طيب والحان الحبيب محمد المك ولو كل سنة طيب كل سنة هم طيبين نسمع ديك فرصة تانية أديك فرصة تانية عشان خاطر غلاتك لكن فرصة تالتة ما بحصل وحدك عشان خاطر غلاتك لكن فرصة تالتة ما بتحصل وحدك ما بتحصل وحدك اعتذرت انك ما قصدت تغلط فيني انت انا منك كبرت لاني شعرت بك في الاخر ندمت جيتني واعتذرت انك ما قصدت تغلط فيني انت انا منك كبرت لأني شعرت بك في الآخر ندمت بس وحياة غلاوتك أديك فرصة تالتة ما بتحصل وحياتك أديك فرصة تانية عشان خاطر غلاوتك لكن فرصة تالتة وسامح في العسية أقسم لك هدية
وسامع في العزية، ولو حنيت شوية بالبسمة الهنية أشيلك في عيني وعمري الباقي ليا، أقسم لك هدية وسامع في العزية، بس وحياة غلاوتك أديك فرصة تالتة ما تحصل وحدك، أديك فرصة تانية عشان خاطر بلادك، لكن فرصة تالتة ما تحصل وحدك، ما تحصل بكايا، يا زهرة منايا يوم تضحك معايا ويوم تقصد بكايا، يا زهرة منايا أنا منك تعبت ومن همك كفاية، أنا منك تعبت ومن همك كفاية، لو وعدتني جننتني عذبتني، جننتني عذبتني عذبتني، بكوني نوناتك بس وحياة غلادك، أديك فرصة تالتة ما بتحصل وحدك، أديك فرصة تانية عشان خاطر غلالك، لكن فرصة تالتة ما بتحصل وحدك، ما بتحصل وحدك، أديك فرصة تانية عشان خاطر غلالك، لكن فرصة تالتة ما بتحصل وحدك، ما بتحصل وحدك، أديك فرصة تانية عشان خاطر غلابك، لكن فرصة تالتة ما بتحصل وحدك، ما بتحصل وحدك. يا سلام. يعني طبعا احنا عندنا بقول شنو السبقة ولا شنو؟ عندكم السبقة؟ بتاع الاغنية دي أول مرة تتغنى يعني عندنا هنا صح؟ فا يعني خصيتنا بالحاجة دي عيدية طبعاً يا إخواننا ليكم يعني. وأنا حاضر يا إخوان. أيوه شاهدة. بمناسبة شاهدة طبعاً أنا في 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 محور برضه مهم جداً لازم أتكلم معك فيه. شاهدني على شنو؟ وده عربي والفيسبوك دقيقة أنا خليك حاضر. والله حال ما أقعد أقول لك لا 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 خليك حاضر القصة دي. قاعد يكلموني يقول لي هو. مو قاعد يكلموني. وده عربي مشاغبات عجيبة جداً في الفيس كويس؟ وحتى وصلت مرحلة انتقادات يعني انتقادات لازعة جدا ليك يعني لتعليقاتك ولرديك ولكده ولكده ولكده، حتى في ناس بيقول لك انت وزادي قاعد في الفيس 24 ساعة انت بتغني 200 ولا بتضرب 200 ولا القصة شنو كده، خليني اتكلمي لك كده عن الموضوع بتاع الفيسبوك ده قبال هي ما تتكلم وانا انا عندي مداخلة كده في الحتة دي. طيب يا اخي هو فنان تواصل مع الجمهور يعني دي يعني المفروض تكون فيها اشاده ما المفروض تكون فيها والله يا مالي بس انا طب المحامي انا مالي بس طب المحامي لكن عادي. انا شخصيا بخش مره لما اخش مع الناس واتكلم معهم كانت تبسطوا يعني ليه يزعلوا ما بيزعلوا من الردود هي بترد بيقولوا من الردود ما بترد هي بتلاقيها متمرده هي اصلا هي متمرده متمرده دي ايوه الحركه دي لا برد على شنو طيب
اديني يعني برد يعني زوج قال لي ازيك قلت له عليكم السلام ده انت ما بترد على بقول لك ازيك بترد على الزول اللي بينتقدك تحديدا والناس شايفه انك انت المفروض ما ترد على الناس الزول اللي بينتقدك لا, يعني. لا 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 اول اول ممكن يشتم ولا يقول حاجه عين عين ما تقول لي برستيج وتكوني كده وده لا انت حتشتمني حشتمك وارجع اعيش برستيجي عادي زي ما حصل شيء دي لكن اصلا دي صح يا مال الكلام ده الكلام ده ما شرط يكون صح بعدين انا ده صحيح ولا ده كلام لا طب غلط سوري طيب انا ممكن ما هو اليوم ده تكلمت مره في مداخله في اذاعه ولا حاجه والله جد يا بنت بقت مشكله بتاع الجيل جديد مارق بفهم غريب شديد وغريب غريب وعجيب كنا قادرين في زمان ما لكن ما كنا يعني مثلا بنتنافس في انه انه نحن نمشي نشغل الزول ده ولا ندوره ايوه ايوه دي حاجه بقت فيهم غريبه جدا جدا انا هو دي بس احب اطمن اي زول انا ما بالي طويل هاي ما بكذب بيعرفوني بيحضروا بالي ما طويل هاي لكن عندي الثقه في نفسي كافيه جدا جدا يعني مثلا ممكن يكونوا بعدين في حاجه غريبه في 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 السوشيال ميديا او في الفيسبوك تحديدا انت عارف البوست بالساكس وهذا بوست بدا بشكر بيبقى كله شكر شكر جو اول اربع انفار يتكلموا خلاص قالوا كلام سلبي كلهم بيمشوا عليه بس لانه حاليا متواجد صراحه الغطي يعني آي. ممكن بوست يبدا حسب ضربه حظ واحد يمشي بشكر واحد يبدا بيقول ولا في شكر بيزيدني ولا في ذنب تنقصني الحمد لله يكون مثلا في زي 60 كلام بايخ انا ما برد على 60 برد على واحد بترد على واحد تحديدا بيكون ابيض واحد في شكل 60 واحد بس يلا لكن تعال شوف ردي ده انا بيعمل كيف ردك بشوي بيبقى ترند بالشال ويتودى ما معنى من طريقه ردك معناها في مشكله وبعدين شنو انا مرات بكون عارفه في ناس وناس بيهزروا انا ما شايف الحزوه ولا مكروهه باي حال من الاحوال يعني الحمد لله لا والله ما في يعني الحمد لله نعم ربنا فانا ممكن اكون قاعده عاين وزولت بكلام كعب يخشوا تحته 100 يغلطوا لكن مرات في كلام بيكون للجوكن يعني كده للمزاح ولا ايوه ايوه يعني الطفة. ما مثلا زول بيعرفها يعني ممكن زول يعرف واحد بيعرفها او واحد بيعرفها يعني هي ردت له هي عارفه هي تتكلم مع منو الصوره عاديه جدا اي الصوره عاديه جدا مصطفى النقط حلو برضه يتندم ما عندي ناس بيحبوني جدا جدا ايوه وانا يعني حتى الناس بيخشوا يكتبوا عشان يكونوا يخالفوا يعني ما اظن انهم بيكرهوني لانه ما ممكن يكون ناس بيكرهوني قاعدين مستنيين اي حركه وسكون مني انت ما ممكن تكون كراهيه لا, لا لا فانا سعيده بالناس زي حتى بيتكلموا بيقول على قولهم بيجيبوا خارجيات وشنو أيوة. شنو شنو وفي ناس بيحبوا يستمتعوا بردودي اسي خلاص ثبت لناس انه هو دي رباطيه ردودي جاهزه الحمد لله عندي السرعه البديهه فالحاجه دي في ناس حابينها وبعدين ذاته يعني فنان ده عارف انا حاجيك يعني انا حاجيك تحديدا انت برضو انا حاجيك برضو ليه عارف انه في هي فنانه وفي ناس مثلا بيحاولوا لها حركات ويشغلوها انا حاجيك برضو للسوشيال ميديا بشكل عام والفيسبوك انت برضو الاشاعات وانت برضو لقيت حاجه لقيت برضو نصيبك من الحاجه دي لكن ما قعدت ترد لكن حنسمع هدى ونرجع كده ل الاشاعات الكثيره بتاع الجمال في الفيسبوك تمام غني لنا حغني لك الليله بس الليله بس حسن الزبير ولا غير ومنت انه الفوق حدث رح طيب اسمع الليله بس We'll be right back.
سلام. شكرا. طبقت له الرحمه والمغفره للاستاذ حسن الزبير. تحيه لاحمد. دوام الصحه والعافيه للمصغر احمد المكي. جمال قبل ما تبدا تغني انت فيسبوك ده انتشرت لك اشاعات كثيره شديد فيه، لكن ما قاعد تطلع ترد او ما قاعد مثلا تنزل بوست او توضيحي او في شنو؟ والله ده طبيعي كده، هو ده دي متمردة وناب ترد كل سنة طبيعي، وإحنا ما طبيعي ما 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 بوضح، يعني اللي عنده فكرة عني سيء، بيجي يوم من الأيام ويتأكد إنه هو غلط في حقي، والناس اللي بيسنوا الله يقول لهم يعني كتر خيركم. حتى اللي بخالفه يعني او بيكتبوا كلام ما جميل واحد ما بزعل منهم، لانه احنا زي ما قلت قبل هو ده في وسط فني، وغير انه احنا فني يعني انت زول عام مملوك ل ما ملك نفسك، مملوك لكل الطياف الشعب السوداني. فمنهم من يحبك ومنهم ما بحبك، ودي حاجة مجموعة على الناس كلهم حاجة طبيعية يعني في العمل العام يعني. ايوه فالاثنين نقول لهم كتر خيركم، لكن الناس اللي بيزنوا علينا نقول لهم والله كتر خيركم شديد، ما بيزنوا علينا نقول لهم كتر خيركم بس. يا بيجي يوم وكل زول بيعرف الحقيقة. طيب برضه خليني برضه في هو ده ما ترد على الكلام اللي كلام انا قلته قالوا لي ده كلام ممتاز هيبة خلاص هو كل زول عنده بمناسبة أنا لكن برضو في مرات حاجات ما قاعد أبررها ما بحب أبرر، لكن مثلا تقول لي كلام مباشر تتريق على شكلي على شنو على شنو بقوم برد لك، لكن ممكن ما بحب أبرر لزول أنا صح ولا غلط. طيب كده خلينا جمال برضو دارين نسمع أنا قال لك ما في الطريق ما في طريقة أغني ولا في طريقة؟ ما في طريقة أرد أغني ما في طريقة بتحيل للريد يعني مثلا المرحوم حسن رحمه أقول لي أسرته كل سنة طيبين وعلى الحال
المصغار الجميل زدي محمود طاهر صاحب الأنامل الذهبية. التحية له. نسمع ما في طريقة.
يصفر من الريف يا قليل إن مشتاق أنا لاقي الصار بحر الريف بيشيل عوامه بحر الريف بيشيل عوامه بحر الريف بيشيل عوامه أهدى وروك يا حنين ورسا يا سلام. شكرا جزيلا. طيب كده خلوني اتكلم معاكم عن انتوا غنيتوا مع بعض في برامج يعني تحديدا اغاني واغاني يعني. نعم. هدى بصراحه فقدت جمال. فقدت والله جمال مشاغب شديد. بعدين جمال فيه حاجه ما نحن حنرجع لك تاني العنصريه حقت بحري ايوه بيفهم النكته يعني انا لو في حاجه ممكن حاجه ما تضحك الناس قاعدين كلهم انا بقوم معي اللي جمال بعرفه مضحك بقوم بنضحك ولو قلنا يا ضحك ثاني خلاص اي ما نجيب التسجيل انتهى اي والله قبل لك انا قلت لهم الحلقه ده نسوها اي صح اي قبل في لحظه كده ايوه 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 بنغني ايوه ففي حاجه ما بتركز والله تعرف يا نيجي البرنامج بتاع اغاني واغاني يعني كانت فيه يعني انا عندي فيه ذكريات مع فنانين جميل جدا يعني حاجات واحد يقعد كده يتذكر يعني هسه في سنين الواحد في سنين الواحد غاب منها وكده ايوه لما نشوفهم بغنوا هو ذكر والله مثلا يعني مثلا جابوا هدى دي مثلا انا بكون بتفرج في هدى بعرف انه هدى دي عادة الغنية دي ثلاثة مرات مش انا ما حاضر لكن انا متاكد هدى دي وقفت الناس دي ثلاثة مرات من طريقة الاداء بتاعه في واحدة ما بتجي يعني انا بكون عارف انه هي في الموت ايوه وكم يعني ناس من الزملاء يعني انا حافظهم تماما يعني منهم عاصم عصام الناس دي انا حافظ كله حياتهم واحد بعدين بتعرفهم 200 بيغنوا و200 هم ما في المود ما يدرس يعني ما غنوا 200 يعني واحد ممكن يكون كجمهور دير والله هدى دي غنت 100 ايوه انا جمال ده بكون عارف انه هدى دي غنت ب 75% ما بي يعني مقفلة وانا ما حاضر يعني انا ما حاضر الحلقة لكن بكون متأكد تماما هدى عاصم صام حسين في واحد من الناس اللي انا قعدت معهم اكثر من 3-4 سنوات في العموم الشغل الجماعي لما يكون فيه محبة كده وفهم بين الناس تكون حاجة يعني ما بتتخيلها كيف بيكون جميل جدا يعني بتبقى حاجه ذكريات كده عجيبه يعني انت هو طبعا مشهوره بتقليد بتقلد الفنانين الشهر نمنو ما انت برنامج الدليل الفيديو والله انا زي حدود لا لا دقيقه انت 10 مره بضحك شهر ثاني هسه جمال لك كيف في عنده طريق في طريق جمال لا لا ما في طريقه والله لجمال ده جاز لا والله ما بيجاز خلاص غرض غني لنا معنا تغني لنا ماما يا تقلد يا مال تغني لنا لا تغني لنا سيره عليك اغني لك سيره طوال يا سلام طيب نغني سيره نغني سنه برامكه طيب اسمع سيرنا 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 كذا ورجعنا أحيي سنن البرامج
قديمة بمشي للمعلل في القسيمة يا بابا قول النعيم درا جميل أحيا سنن البرامكة عايمي طول دسامكة يا بابا قول نعيم درا جميل يا سلام يا سلام سلام يا هدى يا أخي يعني السيرة السيرة دي طبعا هنا هنا جميل يا يعني حاجة جميل والله والله هنا جميل ده يا هو أنا خلونا نعمل حاجة كده سريعة كده يعني أكتر حاجة بتكرهيها في جمال ليش نأخذها نحن خلينا مع بعض كده أكتر حاجة بتكرهيها في جمالها يعني المهم امرأة أخي يعني اكثر حاجه بتحبيها بجمال والله ما عشان اخيها اكون شرط اكون في حاجه بكرهها فيها يعني ما حاجه بتحبيها بس ما نحن ما نقدر نقول حاجه بتحبيها راح اقول لي صوته حتقول لي تاريخ وجمال وغناي انا داير اكثر حاجه ما بتحبيها فيه ما متواصل ما بقدر بالتليفون بس اوكي اكثر حاجه بتحبها فودي شنو تمرده ده تمرده تمرده ما بتحب والله جد انا اكثر حاجه بتحبها يعني ما بتحب تمرده بحبه لا انا داير اكثر حاجه ما بتحبها فيها شنو اكثر حاجه ما بحبها في يعني نفس التغيير يعني في عموما يعني ما قالت ما انت ما اكثر حاجه ما بتحبها في عدم التواصل طيب انت يعني هي انت ما بتتواصل اكثر حاجه بتحبها في ودك نفسها تغير والله انا ما بقول لك ما في حاجه يعني ما بتتحبى لكن عصبيه شويه عصبيه يعني الدين طوالي موقف سريع كثير كثير الدين كده اضرب لا 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 دونك نضرب الاسماعيلي هتجيب انا جاي اقول اسماعيل بقول لكم الحظ طيب يا رجال اضرب اقول لهم ودي دي بتجيني لا الحظ لا اسماعيل ما عصبي ذاته عشان هو عصبي استجاب لعصبيتك يعني يعني في البرنامج انا ما قلت لك في البرنامج بتاع غانا وغانا يعني انا ما قلت لك انا مرات يعني مثلا ما بكون مهم في الحظ ايوه ما حاضر لكن بعرف بيجيبوا هدى وبعد ذاك الكاميرا بتمشي جنرال بتجيب الفرقه انا اكون متاكد تماما انه في حاجه حصلت من اسماعيل وهدى دي بكون متاكد تماما من استلام او طريقه اسماعيل في 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 وشه يعني ملامحه هدى بتغني في نفس الوقت وهدى بتغني هي ما هدى اللي احنا بنعرفه جواب ما قلنا عندي مشكله واسمع لا 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 انا ما بتكلم لك انا ما انا بالعكس والله انا اقول يعني ما في مشكله أيوة لكن أيوة. كل واحد فيهم داير العمل ما هو جبت عشان بيكون في حاجه كويسه لكن يا اخوان يعني حاجه كويسه ايوه عصبيه يعني هدى ممكن ممكن ايضا بكون الحاجه دي تقولها يعني زي ما بيقول قلت لها يا اختي في الفيسبوك بتردي اي فهي دايره نوع خاص من التعامل بغض النظر من هو هيدعم احتياجات خاصه يعني هي احتياجات خاصه بجد بجد انا بتكلم عن جد والله الزوله دي نيرفز
جدا. ويعني ما بتمر الحياه وعنيده جدا. ويعني عشان اغنيه دي زي ما قلت لك قبل بنكون كلنا ستاند باي يعني عشان الاغنيه بتاعتها تنتهي. ايوه انها هي ترضى عنا. انت فهمت كلامي؟ ايوه ف ما عندها مشكله مع زول هي، لكن انا بس العصبيه شويه كده روقي المانجا. والله ما 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 اعرف، لكن روقي المانجا هو انا افتكر احسن الزول يكون يعني حاجات واضحه من انه مثلا اقوم اخوت للزول الحاجه وبعد فتره ما لا احسن اول باول. يعني اذا طوالي انا ردت فعلي مع الحاجه ذاتها بعد ذاك خلاص ماكو شيء حياه بقلبي. لا ما بيصير في قلبي. لكن سكتت خلاص معناه الموضوع قاعد، ولو سكتت وخليت الموضوع في راسي دير الله بعد ممكن بعد سنه اكون دارت فشت الموضوع. عرفت؟ هذا بيجي نزاع. طيب كده انا قلت لها هدي الروي المنطقه. امي بتقول لي لا دائما انا بتمنى اني اكون يعني طبع امي في طول البال او ايوه طول البال الحكمه كده والحاجات بالراحه. انا عكسها تماما. فتقول لي دائما لما فعلك تقول لي اسمع شنو الفشه غبينته خربت مدينته. صحيح. يعني زول يقول فيش غبينته ويحصل له ضرر ثاني اكبر من الضرر اللي حيقول في الاول. فنفسيها يعني انا خلاص القصه ده. ايوه ربنا يدي الصحه والعافيه. وجمال طبعا عصبي برضه. انا 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 في الميدان في الكوره انا في الكوره قلت والله زول بتاع مشاكل هو عصبي دي بتتجزا يكون عصبي في حته في الكوره. انا 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 كنت في الكوره ما بحب الحضاره والله طوال طرد منه الغلب طوال طرد منه الاحمر ده ده خرخار معنا هاي يعني شفت الغلب هسه كان ماشي تمرين زاي وانا بس المهم انا بغلب عليه طردته كم مره لا كثير يعني انا عندي قصه مع المرحوم شيخ عبد العزيز الباشا ايوه وكان دارس الجنوب ناس في العرب وانا الوقت ده نادوني في لجنه الانضباط انه انا يعني توقفت في خلال الشهر ده طردت اربع مرات شهر واحد وقولي انه انا اقابل الدنيا الانضباط وبعدين عندنا كوره ثاني يوم جايين منه نصح العرب وكم فريق يشوفوني وكده ف ناداني في نادي الاملاك كان متذكر الله يرحمه قال لي يا جماعه والله انا عارف بكره جاي نادي الفلان والنادي الفلان والنادي الفلان اخوي والله بكرة أي نادي أنا أسمع بيه دار أسجلك أنا بشيل البتاع ده التقارير دي مش هاخدها لهم صوت والله بيلعب لكم بيلعب لكم كورة وجبت ستة كورة بيلعب لكم كورة وجبت فيا أخي الموضوع ده صلحته ما صلحته أقسم بالله قال لي بكرة أي نادي يقولوا سمعت بس إنه دار أسجلك أنا بضرب أنا بمشي بصلي بقول لهم أنا ما أسجل من ديك أنا أظن قريب شهرين تعبت خلاص اخذت كرت اصفر ايوه ف برضه الواحد وجه التحيه هنا لاخونا حمد كمال واخونا ياسر مصطفى ياسر السعودي يعني الناس الواحد قضى معاهم ايام جميله في كره القدم لا جبل يعني اخلاق ضيقه في الكوره وبالك طويل في الغنى يعني ممكن تغني وفي غلط في حاجه مضايقاك عادي غني ايوه حتى لو في حفله يعني هسه تعود مثلا في حفله في حاجه ما عجبك وفي مثلا في المسرح حصلت حاجه في الساوند سيستم في الفرقه في كده يعني مثلا بتغني كده لا انا بتكلم عن قبل المسرح ده حاله ثانيه ايوه المسرح ده في حاجه عاجباك في حاجه ما عاجباك في ناس قاعدين قدامك ما مسؤولين من احساسك حقك دي في الكوره ما لكن في البروفات في الشنو في لا في البروفه في البروفه انا ما ما ما, ما انت مو انت وانت يعني بكون ما يعني بكون سيريس جاد لكن يعني مثلا في المسرح التاسع ما قلت في المسرح لو حصلت حاجه انا بمشيها لحاجات كثيره طبعا في طبعاً. في في بتصل مع الكاميرات الكوره كثيرة كان عكس يعني انا مثلا اكون عارف انه انا مثلا بعد ثلاثة يوم لاعبين ضد الهلال ايوه والكوره انا اللعيبه دي ما يعني انا المفروض افكر في الكوره ضد الهلال عشان اسهر فيها عشان كل اللعيبه كانوا كده انا بقول لك مثلا لاعبين ضد الهلال ضد المريخ كده انت بتهيئ نفسك وبتكون نفسياتك ودار تسهر تبقى احسن زول وكده عشان يشوفوا اداره الهلال والمريخ ايوه انا الموضوع ما بفكر
يعني انا متذكر انا كنا لاعبين مباراه ضد الزهر ام درمان وبعد ثلاث يوم لاعبين ضد الهلال فطلبوا مني ان انا مثلا اراقب لاعب معين و خلاص زيك تمني ضربته يعني تعبني يا اخي تعبني طردته في المباراه دي بجيت كره الهلال قاعد بجرب اتفرج يعني لعيب اقول لهم حطوا في الميدان وكل واحد وصل وناس سجلوا انا جيت الحمد لله ما كنت في الغونة نفس الكوره لا والله كنت يعني شرس جدا لو في الغونة نفس الكوره كانت دقنت الحبله لا والله كنت شرس كانت دقنت الحبله فعلا كلهم يقولوا انه طيب يا اخواننا يعني نحن وصلنا لختام سهرتنا ما حنقفل السهره دي الا تغنوا لنا مع بعض يعني غنية مشتركة طيب تختاروها انتو لكن قبل ده برضو المساحة لكم حيوا جمهوركم حيوا الناس اللي بتحبوهم بالعيد ودونا الغنية المشتركة دي خلونا نختم بها كعيدية لكل الناس طيب اللي طيب تبدأ هذا هذا كلامك نعم يا أستاذ التكلم الله براحتكم بعد كده أنا سلمتكم الختام ده سلمته لكم دار أمن على الموضوع اللي قبل الحلقة دي انتهي طيب ما بقول لك انا لا ما انت عليه لا ما انت عليه انا مغير يعني ايوه خلاص يا سلام اول حاجه التحيه لكل الشعب السوداني وان شاء الله العيد ده يعني يكون عيد سعيد على كل بيت في السودان و نترحم على كل من فقدناهم يعني خلال الفتره اللي فاتت دي وسعيد جدا بجد يعني لأول مرة احنا نتلاقى مع أستاذ هدى في حلقة برانة يعني سعيد جدا لأن أنا من الناس اللي يعني بيحبوا الطريقة الفنية اللي بتقدمها هدى وانفعالها وعفويتها في الغنى واختيارها للأغاني وسعيد جدا يا ديندي شنو اول مره نتلاقى في حلقه ما يكون فيها مشاكل. زرزره. لا يا الحمد لله والله. لقناه انغام وكل سنه طيبين. انت طيب استاذ هدى. كل سنه طيبين يا اخواني. وان شاء الله تكون كانت سهره صريفة. ظريفه معنا. وجودكم ان شاء الله يا سهره تسلم. برضو سعيدة جدا انه يلمنا برنامج ظريف خفيف معايد انا والاستاذ جمال وان شاء الله دايما يعني ملمومين ومقدمين للمشاهدين احلى ما عندنا كل سنة طيبين ورب يديكم كلكم الصحة والعافية امين يا رب العالمين هتختموا لنا بشنو شكرا قناة الغام تسلم يا رب العالمين هتختموا لنا بشنو اغنية متفقين كده كل اللي بيننا بالحكايه سيدي وسمه خلاص سكتونا يا ترى على بركه الله على بركه الله نسمع كل البيت شكرا لكم اعزائي المشاهدين كانت دي سهرتنا نلتقي ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه في امان الله شوقان وليد ريد لا شوقان وليد دقي صوت حب ريدي الوحيد من البداية والنهاية كل البنا بيقحكاية كل البنا بيقحكاية حكاية طويلة والحكاية لكن مغرور حبيته لكن مغرور عمري معاك عمر الزهور عمري معاك عمر الزهور لحنا مرة ولا جاني زور ونسى يخلص هم في وفايا كل البيت حكاية طويلة حكاية
راسي عزوف نوم ويرتاح كل البيننا ولا وراح خلاص يا عزوف نوم ويرتاح كل البيننا ولا وراح طوحوا بنتو ملا نجرح ويختار تعذيبي وشقايا كل البيننا كل البيننا بقى حكاية حكاية طويلة حبيته كثير لكن مغرور حبيته لكن مغرور عمري معاك عمر أسير